بزاف يقولوا نتاع حلوه نتاع مسكين فين هو امشي شرنا قالوا له نموت اخنوش يرحل اخنوش وختي اش نقول لك هادشي راه تقهرنا به بزاف وقت ليا حنا العيالات راه الكوزينه راه دلا راه ما بقى فيها والو واش اخوات ولا طبيعه الحال الخوات فين هو الزيت الزيت داير 1800 عباد الله علاش كتجيب غير السيترة فين هي القليان فين هي الفريت بزاف اختي راه بزاف هادشي هذا بغينا الحكومه تشوف من حالنا راه هادشي راه بزاف والله راه بزاف عيقوا علينا ديروا الجلبه درناها ديروا نضر الرميد راه غيعطيوكم شي حاجه غتستافدوا منها فين هي الاستفاده ما بقيناش شنا حتى حاجه راه كتفرضوا علينا بلا والو غتسدوا عنا في بيوتنا وتخلينا نموتوا بالجوع هادشي اللي بغيتو وشوفوا من حالنا نتوما راه الكرش الشبعانه راه ماشي هي الكرش الجيعانه راه بزاف هادشي عيقتو فيه هادشي اللي غادي نقولو هذا لا هذا وقت اللي انا غنهضر بخصوص الناس اللي مساكن نفترض انا عساس كيسوى 40000 ريال واش غيعطيها للكرا ولا غيعطيها الماكله او الظلمه اللي من غيعطيها 40000 ريال عنده خمسه ديال الاولاد ولا سته اش غيوكلهم يلاه قولوا لي اش غيوكلهم بزاف هذا لا بغينا سيدنا الله ينصرو يشوف من حالنا ويشوف لهاد الالتفاته يدور يشوف الحكومه ديالو ويحقق في هادشي اللي راه هادشي بزاف. اليوم شفنا في واحد السوق اسبوعي الناس كيخطفوا الخضره. كيخطفوا انا خدامه شوف خويا انا خدامه انا كنبيع الحوت. كياكلوا في جناب بعض. معلوم انا اللي كتشوفني انا كنبيع الحوت في السوق ديالي في الرباط. راه لا اله الا محمد رسول الله راه كتقول لي الثمن كتقول لك لا انا ما قداش نشريه وكتزيد بحالاتها واش البطاطا دايره 140 واش المطيشه دايره 140 فين هذا الانسان بغى ياكل وريف بغى ياكل واش فرا طبيعه الحال غير فرا طيبي كاع هذا لا بزاف لا 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 الادرياء القهراء معلوم زيدي لي انا هضري زيدي زيدي القهراء معلوم القهراء وليداتنا قارين وما خدامين ولكن هي ما خدامينش ومسكين مشاو يسرقوا الله ما خلاوهمش ها الغلا ها الغلا وها حتى الدراري اللي كيسرقوا الله راه ولدي انا عنده السنه الثالثه ديال الباك ديال الكليه ولكن مسكين ها هو ما لاقيش لا ما يوكل ولاده ولا حتى شي لدرجه اللي كيتفكر ينتحر ان عاد ما كاينش فين تخدم وما كاينش فين تبيع والمبيع المتجول ما كاينش ما مخليناش ما مخليناش ولا هضر على حقوق تياكل العصا وتيزيدوه فين يتربى هادي لا بغيت تسولوا عليها راه كاينه في المحل اخويا قهرنا الغلا قهرنا الغلا وليداتنا ما غادي فين يخدموا الجوع ولادنا عندهم فين يخدموا ولادنا راهم كيديروا غير الفراشه وما خلاوهم شحال داير 100 درهم وبالنا عليك شحال شباب الله يجازيكم بخير حنا ما كنطلبوا منكم والو كنطلبوا غير بالحقوق ديال هاد الناس كاملين ديال المغاربه حيت حنا الحمد لله في وسط دوله احسن دوله والناس كتشبه بينا ولكن الشفاره اللي دايرين بينا وهاد السيد الوزير هاد الحكومه الجديده راه ماشي مصالح المواطن راه ما نخليش المواطن يعيش راه كاين الخير في البلاد وكاين كلشي عندنا في البلاد ولكن احنا ما خلاوناش هاد الناس نعيشوا هاد الناس شنو بغاو عندنا شنو بغاو الطائف يدير راه كاينه الفئه اللي هي لاباس عليها وكاينه الفئه اللي هي لي مويان وكاينه الفئه ديال الفقراء وكاينه الفئه ديال الهشاشه شنو بغاو الفقير والهشاشه شنو دير حاليا السرقه راه ولات بالعلالي حاليا تالي الشباب كيبيعوا الحشيش وكيتخدروا وتينساو باش ينساو هاد الطائف شنو غادي يعيش شنو غادي يدير حاليا هاد الشيء دابا قولوا لنا شنو هو الحل حنا باغيين الحل باغيين الحل باغيين نعيشوا نعيشوا وليداتنا شنو من بعد الابرياء باش غادي يعيشوا
انا 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 ربطت اسره، انا عندي ثلاثه د الوليدات وكنبيعو نشري في السوق ديال بوقون. جا واحد القايد حتى هو واكلنا وشرب فينا، قتلنا. وهذا حتى هو داخل النوش، سي اخر النوش هو اللي كيسمعنا من هذا المنبر، تنقولوا له الله ياخذ فيك الحق. كيما نضيع هاد الشباب هاد الابرياء شنو غنديروا؟ بلادنا زوينه فيها كل خير، حنا عندنا الخير اللي نعيشوا به دول اخرين، ولكن فينا هو الحق ديالنا، فينا هو الحق ديالنا ديال هاد الشعب. ولاد الشعب ديما ضحيه، حنا ولاد الشعب كلهم في الحباسات بسبب شنو؟ بسبب الهلواسه، بسبب المخدرات. علاش كيتخدروا؟ بغينا نعرفوا شنو هو السبب. علاش هاد الناس كتخدر؟ علاش هاد الشباب ضايعين؟ علاش ما يديروش لهم شي حل؟ والحلول كاينه وكلشي كاين، الخدمه موجوده. واش ولا الشاب كاين اللي يبيع ويشري كيحد جوج صنادق، كاين شي عنده قايد تيهزهم ليه وفي الاخر تيدي للقضاء، وكيمشي ولد الشاب ضحيه منهم الاخ ديالي تعنف نهار الثلاثاء، جاي عنده خدام على الام ديالي فيها مرض، فيها امراض مزمنه، وعندي انا الحجاج ندلي بيهم، عندي حجاج كيضرب تمارة على الوالدة ومرتو حاملة غادي تولد هاد السيمانة، ومنين جا طالب بالحق ديالو يلا جاب ستة ليمون من سوق الجملة الرباط، جا حطهم وقف عليه القايد وهضر معاه بأسلوب خايب منطق، ولاد الناس اللي ما مربينش هضر معاه بيه وهز ليه السلعة ديالو، وفي الآخر داه الكوميسارية ودار معاه إجراءات قانونية وما منسوباش في حقه. يلا باش غيعيشوا هاد الناس شنو تيقولوا سير دير؟ حنا كنطالبوا بالحق ديالنا في هاد البلاد يبان كمواطنين كي بحال البلادات الاخرى، وتنقولوا على سيدي محمد الله يجازيه بخير، سيدنا اللي هو مالك البلاد اللي هو خليفة الله في ارضه، يشوف لينا حقنا. حنا ما كنطالبوا بوالو، ما يعطيو لا ما نعطيهم العاطي الله، ولكن يشوفوا لينا حقنا، يشوفوا لنا حقنا باش نعيشوا. حنا ما طالبين والو. ولاد الشعب في خطر، ولاد الشعب في خطر.